وكنا في يوم جمعة نودع عند الرسول عليه الصلاة والسلام نريد الذهاب إلى مكة. واحتشد الناس بالآلاف، المسجد النبوي والساحات، الناس كالبحر. فنحن وصلنا إلى المواجهة الشريفة وسلمنا وأردنا الخروج مع الناس، عم نمشي على مهلنا من الزحمة. يعني بالكاد واحد عم بحرك رجليه من شدة الازدحام. نحن نريد الخروج شخص الله اعلم ربما عراقي او سوري من حيث الهيئه والثياب التي يلبس ماذا فعل هذا الرجل وضع يده على الشبيكه وضع يده على الشبيكه يعني على المواجهه الشريفه هجم عليه الحارس هذا الذي يقف هناك هجم عليه وصار يقول له امام الناس يا مشرك حرام ما يجوز هذا كفر تعبدون الحديد وقفت انا فوقفوا قلت انا كيف اسكت وكيف امشي وهو يكفر المسلم ويكفر كل المسلمين المتبركين جهره امام الناس كيف اسكت رجعت اليه قلت له انت تعرف القران قال نعم قلت له تعرف سوره يوسف قال نعم قلت قرأتها قال نعم قلت أليس فيها أن الله يقول إخبارا عن يوسف قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي إلى قوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال بلى قلت له تقول شرك والأنبياء فعلوا ذلك احتار وعم تقول الأنبياء وجبنا له آية من القرآن والناس يستمعون في هذه اللحظات الناس وقفوا يستمعون الكلام بيني وبينهم اقترب الثاني الثالث الرابع الخامس صاروا ثمانيه على المواجهه انا اناظرهم وارد عليهم قال الرسول كذا صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد بن حنبل كذا وهم لا يعرفون جوابا قلت له تعرف كتاب العلل ومعرفه الرجال للامام احمد بن حنبل قال نعم قلت له ماذا فيه في الجزء الثاني عندما ساله ابنه عبد الله قال ماذا تقول في مس الرجل منبر النبي والقبر يمسه قال ويقبله بنيه التقرب الى الله قال الامام احمد لا باس بذلك هذا الامام احمد الذي انتم تنتسبون اليه كذبا وزورا تعرف الامام احمد؟ في رواية عنه قال سنة، قال لا بأس هذا الامام احمد ماذا قال لي؟ قال تفضل الى المكتبة نتكلم في المكتبة، قلت له ما في المكتبة اعرفه، انت تريد ان تهرب من الناس، انا اكلمك ليسمع الناس لانك كفرت المسلم، كفرت المسلمين المتبركين ليعرفوا ان لا دليل لكم، جاء زعيمهم ربما على الكاميرات عرفوا فجاء زعيمهم رجل ضخم كبير يحمل هذا الجهاز معه قال ايش يا شيخ ايش الامر قلت له هذا قال كذا ويكفر المسلمين ويقول كذا والقران يقول كذا فانبه صار يؤنبه ثم ماذا قال هذا الذي كان يناظر في الاول ظن نفسه سينتصر قال انت قلت شرع يعقوب قلت يوسف قلت نعم هذه الايه هذه السوره قال هذا شرع من قبلنا قلت يا ناس اسمعوا يقول شرك ثم يقول شرع من قبلنا والشرك لا يكون شرعا لنبي من الأنبياء فبهت الذي كفر ما عرف جوابا الناصر يكبره ناصر يكبره قال له يا كافر كفره قال له لا تشرك قلت له كيف تكفره؟ قال يعبدون الحديد، قلت له كذبته، هو لا يعبد الحديد، هو يعبد الله، قلت له انت ما تمرض؟ ما تذهب الى الطبيب؟ ما تستعمل الدواء؟ انت تعبد الدواء؟ تعبد الطبيب؟ قال لا هذا سبب، قلت هذا سبب والله يخلق الشفاء، وهذا سبب والله يخلق البركه، هذه عقيده اهل السنه، الله خالق كل شيء.